البداية بس هستأذنكم نقف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا اليوم، وعلى أرواح شهداء حادث الطائرة الأثيوبية الأسبوع اللي فات، فنقف دقيقة حداد. دكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي، السيدة هويدا مندي المدير التنفيذي للاتحاد الأفريقي، والسادة الحضور الكرام. في النيابة وبالنيابة عن الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي، نرحب بكم جميعا في النادي الأهلي العريق، وسعداء جدا بهذا الجامع الأفريقي الذي يعكس التقارب بين أندية القارة الأفريقية ويقوي العلاقات بين الأندية المختلفة. كل التحية لضيوفنا الكرام. نتمنى لكم جميعا التوفيق، ونتمنى أن نقدم بطولة طليق باسم النادي الأهلي ومكانته التاريخية. وأود أن أتوجه بالشكر والامتنان لكل رؤساء وأعضاء اللجان والشباب القائمين على تنظيم البطولة، الذين عملوا بكل جهد لكي تخرج البطولة بالشكل الأمثل للنادي الأهلي والاتحاد الأفريقي.